جازي معها تقدر. فجأة أسعار الخضر والفواكه تأخذ طريقها للانخفاض بعد ارتفاع جنوني مفاجئ غير مبرر لكل السلع. تقول وزارة الفلاحة أنها لاحتواء ما أصبح يوصف بأزمة البطاطا أجبرها على فتح نقاط بيع للخضر بغرض خفض الأسعار وفق استراتيجية التوجه مباشرة نحو المستهلك بسبب ما تصفه الوزارة بالمضاربة في أسواق الجملة، في حين يؤكد الفلاحون والتجار أن المشكل يكمن في العرض والطلب وتأخر جني المحاصيل في عدة ولايات. ليس هذا فحسب، أسعار الموز بعدما عرفت جدلا واسعا بسبب التهاب سعره في الأسواق هو الآخر يسير نحو السعر الذي تريده الحكومة. مرحبا بكم، كيف لحكومة استطاعت أن تخفض أسعار الموز من 1000 إلى 350 دينار في ظرف 24 ساعة، تعجز عن تخطيط اقتصاد مضبط ومحكم منذ 30 سنة؟ إذا كانت تملك الحلول السحرية لماذا لا تتدخل في الوقت المناسب؟ ثم لماذا في الجزائر لا ترتفع الأسعار وتنخفض وفق سلم معين؟ من يضع حدا لهؤلاء المضاربين الذين تتهمهم الدولة في كل مرة؟ خارطة الأسعار في الجزائر، الدولة تتدخل، موضوع برنامج اليوم من برنامج النقاش الاقتصادي. مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج النقاش الاقتصادي. لإثراء هذا النقاش أسعد باستضافة السيد مصطفى الزبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مرحبا بك سيدي. كما أسعد كذلك باستضافة السيد سيدعلي بوكروش القيادي بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مرحبا بك سيدي. شكرا. ربما أبدأ معك سيدعلي بوكروش، الأسعار في طريقها إلى الانخفاض، الوزارة الفلاحة وجدت الحل السحري وهو فتح نقاط بيع من أجل توجه مباشرة إلى المستهلك. هل حقا أن الأسعار منخفضة وأنتم من رفع الأسعار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الاتحاد العام للتجار الحرفيين ليس بحزب سياسي، اتحاد هو يدافع عن المهنة ولتنظيم السوق ويدافع على التجار، لكن لا يدافع عن المستهلكين لأنه يرفع الأسعار. أنا لا أتكلم على الاتحاد كاتحاد وإنما أتكلم على التجار كتجار. نعم، اتحاد التجار نظرة تاعو نظرة عالمية، يعني كيفاش بغي يكون السوق، يعني السوق هش، ما عندناش أسواق جوارية، ما عندناش أسواق الجملة اللي محترمة تنجم تحكم في السوق. السوق راه حر. الشركة اللي تبع لوزارة الفلاحة، حبينا نطلبوا وطلبنا عدة مرات من وزير الفلاحة يعني باش يفتح تحقيق. وزير الفلاحة ما حبش يسمعنا، وزير الفلاحة ما حبش يجي لاتحاد التجار، يعني بالحق كي نتكلموا الوزير يجي، الوزير يروح يدير الحملة الانتخابية وما يجيش يدير الحملة يعني باش يعرف الأسباب والمشاكل اللي عندهم التجار أو الفلاحين ويديرنا في يد وحدة. لكن خلال الأشهر الماضية الآن موش مشكل تجار، الآن مشكل مستهلكين. لا لا، شوف 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 نصارحك، نقول لك باللي الخلل في وزارة الفلاحة، لأن وزارة الفلاحة تتهم التجار بتجار الجملة. نتكلم لك يا صديقي العزيز، يعني وخليني نتكلم. احنا نسقنا كاتحاد العام للتجار والحرفيين ونسقنا مع السيد المحترم السيد الأمين العام لوزارة التجارة فيما يخص المضاربين تاع البطاطا والغرف التبريد اللي مكتسين فيهم البطاطا المضاربين. نسقنا يعني تنسيق جيد، وسيد الأمين العام للاتحاد كلفني باش ننسق مع الأمين العام تاع وزارة التجارة، ولقينا خلل، يعني لقينا غرف تبريد فيهم 21 ألف طن تاع بطاطا يعني مصرحته لوزارة الفلاحة، ولقينا قدامه يعني تاجر البطاطا عنده 15 ألف طن
يعني سيزاته وزارة التجارة يعني التجارة، وهذا تاع 21,000 طن يعني صادفنا. من ناحية القانونية يعني احنا لقينا كاين لوش، يعني كاين فيها شيء مدرج مام وزارة ومشكورين مشكورين يعني مديرة التجارة لولاية برمودات، مشكور مدير تجارة لولاية الجزائر، مشكور مدير التجارة الجهوي. لا اسمح لي مش مشكورش لأن الأسعار ما خطش. لا لا مشكورهم خطش كانوا شجعان ولقوا الخلل في وزارة الفلاحة، لأن التجارة لقينا 21,000 طن يعني لم تتدخل في الوقت المناسب من أجل لم تدخل في الوقت المناسب والتاجر والتاجر على كل حال كان تجار المضاربين احنا نتبرأوا منهم، نتبرأوا من كل إنسان اللي ضارب سواء في البنان ولا في البطاطا ولا الذي يتكلم عليه وزير الفلاحة. نعم. يتكلم على هامش ربح كبير لتجار الجملة. شوف هو وزير الفلاحة يعني أنا لأني زحفان عليه، تعرف على زحفان عليه ما يحبش ما يهدرش معنا وزير الفلاحة. إحنا المقر تاعنا ما بين الوزارة مقر الاتحاد العام للتجار الحرفيين والوزارة 100 متر، يعني ما ينجبش يجي ويقول واش كاين وراه المشكل. لماذا لا تتوجهون أنتم لوزارة الفلاحة؟ نعم برسالة توجهنا لوزير التجارة، وإحنا كلفنا الأمين العام شخصيا رحنا لوزارة التجارة، ما كاش لي يستقبل ما كاش لي يتكلم. وزارة التجارة أم وزارة الفلاحة؟ اسمح لي وزارة الفلاحة نتكلم، احنا رانا في بلاد يعني ديمقراطية. الآن الخلل أنتم ترمون المرمى الكرة في مرمى وزارة الفلاحة. نعم. الكل يتهم في الجزائر. سعود ليك سيد علي. نعم. بوكروش قيادي بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أحد المواطنين يقول الحمد لله لم نصدر البطاطا، لأنه لو كانت الكارثة. احنا نتكلموا على التصدير ونتكلموا على تصدير البطاطا إلى أوروبا والخارج وإلى روسيا بعدما عرفت مشكل مع تركيا، لكن لم نستطع أن نؤمن حتى قوت الجزائريين من هذه المادة، هذه المادة الحيوية أولوية للمواطن الجزائري. شوف أخي الكريم، يعني للأسف الشديد ألا ترى أن وزارة الفلاحة الأسعار هزمت الحكومة؟ يعني بطبيعة الحال لما نصل إلى درجة من هيئات رسمية تتدخل لأجل بيع المنتوج مباشرة للمواطن، وهذا أمر يعني يسعدنا لأنه سوف يكون هنالك انخفاض في الأسعار، يعني تجاوز جميع المراحل التجارية وسلسلة التجارية لأننا لم نستطع التحكم فيها، أعتقد أنه كما ذكرت هذا يعني مضاربة هزمت آليات الرقابة وآليات التنظيم. الخوف أننا اليوم الهيئات تبيع البطاطا غدوة تبيعنا طماطيش، والخوف على بلك شهر شهرين وليبيعوا في الخبز. نعتقد أنه الخلل أعمق بكثير ما أننا نقول هذه الهيئة هي المسؤولة أو فلان أو علان. يعني لما نسمع أخي سيد علي يهضر يقول لك وزير الفلاحة ما استقبلناش أو ما شافناش، أو نعرف كتاجر ما عندكم حتى علاقة بوزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة عندها علاقة باتحاد الفلاحين، عندها علاقة بالغرف الفلاحية، بنت التاجر يعني الهيئة المشرفة عليه واللي تنظمه وزارة التجارة. هي وزارة التجارة، عندك سلعة تشريها وتبيعها، ألا راك تحوز على وزير الفلاحة؟ وليس دفاعا على وزير الفلاحة لأنه حتى أنا ما استقبلنيش باش نديروها مليح في الحساب، ولكن إنسان يعني من 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 الأمور التي لابد أن يضع يعني الإصبع يعني على الخلل. الآن ممثلي التجار غائبين، هضرها الله يعطيك الخير. لا الأستاذ يعني ما شاء الله، وأنا نبغيك سي زبدي يعني أنت مناظر ما شاء الله نتكلم لك. وزير الفلاحة يعني يقول أنا نقتني سلع من الهربيل من الطريق، ويقول لك كان يد في التجار الجملة لما يسمعنا باش ندافع على نفسنا. خويا سيد علي تفضل سي مصطفى. خويا سيد علي أنا أعتقد أنه لما قلتها ونعاودها، وحتى إذا تذكر أخي أمي قلتها لك أول مرة لما وزير يذكر هاك راكم درتوا حالة نحضرها بصريح العبارة، يعني السلسلة التجارية يعني وما يقام به يعني في جميع العالم يعني خرقتوه. ما نهضرش عليك أنت يعني
المضاربين ولا والتجار يعني وللأسف الشديد بين قوسين ما نعموش، ولكن التجار الفجار اللي ما قدرناش نتحكموا في مادة حتى وزير الفلاحة يهضر نشريها من هربين. يا أخي الكريم أنا أعتقد أنه هذا دلالة ووصف على أن الأمور متعفنة تعفن كبير. لا. هنا لما نزيد تسمح لي أخي الهيئات غائبة، يعني ممثلي التجار قولوا غايبين، ممثلي الجمعيات غايبين، حتى الأطر التنظيمية للسوق غائبة. الآن لما تتحدث في هذا الإطار سي مصطفى الزبدي، هو يتكلم لك الهيئات غائبة، اتحاد العام للتجار الجزائريين لم يقدر أو لم يستطع الضبط السوق وضبط التجار. يعني حتى انتم كنتوا غايبين سيدي علي بشوف، من يدافع عن المستهلك؟ انتم ما قدرتوش يعني الاسعار، اسعار ارتفاع جنوني للاسعار. الاسعار في الجزائر لا ترتفع وفق سلم. الا ترون ان سعر الثوم من 160 دينار الى 2000 دينار، ثم من 2000 دينار الى 160 دينار، يعني ما كاش سلم تطلع الاسعار. الموز من 150 دينار لا. الى 1000 دينار، ومن بعد من 1000 دينار الى 300 دينار، يعني السلم هذا لا يوجد. الا ترى ان هناك مضاربه كبيره في لدى التجار؟ نعم. انتم المتهمون الاول. سؤالك جيد، تفضل. نعم احنا كل هيئة تتهم التجار. مام سيد جبدي راه يقول تجار فجار، يعني قلت لك احنا انا نقول لك باللي التجار راهم يقوموا بدور جليل. شكون اللي رفع الاسعار؟ لا خلينا نرفع الاسعار، خلينا نتكلم. هي تولي العرض والطلب، يعني السلع المقننه. انا في الجزائر لا يوجد قانون العرض والطلب سيد، ما توجدش المنافسه، لا توجد منافسه ولا يوجد قانون العرض والطلب. لانه الاسعار لو نتكلموا على العرض والطلب، البطاطا الجزائر رايحه تصدر البطاطا، لكن البطاطا لا توجد في الاسواق، في المرتفعه في الاسواق، يعني ما كاش قاعده العرض والطلب في الجزائر معروف. شوف يا استاذ امين، انا اليوم درت تحقيق في السوق الجملة تاع بقرة، وشفت الأسعار كيف الأسعار كان على حسب السوق. كان البطاطا تبدأ من 30 دينار حتى 80 دينار، يعني كل إنسان وش يقتني. الجودة كان الجودة، يعني البطاطا يعني النوع الرفيع يعني 80 دينار، كان 70 دينار، كان 60 دينار، كان حتى 30 دينار. ولولو يعني أعداء الجزائر ولولو يعني باش يخلقوا لنا فوضى، نتكلموا على البطاطا والبطاطا ما كانش وكان مضاربين. انت سي امين، يعني ما نكروش احنا في ولايه في ولايه الجزائر كان 136 الف تاجر. لو نقولوا هذو التجار ماشي ملاح، شكون اللي مول المواطن؟ شكون اللي قريب المواطن؟ هو التاجر. احنا يضبطنا قانون، كاين احنا عندنا سلسله تجاري، شكر الله سعيهم، هو العمل تاعو. احنا عندنا سلسله تجاري، والسلسله التجاري مكتوب فيه الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه والشعبيه، وكل التجار ملزمين باش يطبقوا القانون. وكاين قانون حمايه المستهلك اللي حتى عاقب التاجر، يعني القاضي يحكم بالقانون حمايه المستهلك. انا ما نشوفش الخلل في التاجر. انا كاين بعض التجار مضاربين الحق، كاين تجار اللي ماشي ملاح، كاين تجار حتى يبيعوا السلع المنتهيه الصلاحيات، يعني هذا معروف. بصح كاين القانون يعاقبهم، كاين الرقابه، كاين الامن، كاين الدرك، كاين وزاره البيئه، كاين وزاره الصحه. علاش وزاره الفلاحه تعاقب ترقب التجار؟ باش نقول الاخ زبدي، يعني البيطاره والنظافه وقايتيك، هي وزاره الفلاحه هي اللي تراقب التجار، اسعار اللحوم اسعار اللحوم. ولا انا واش حبيت نقول لكم، لازم الوزير عنده مستشارين، يعني المستشار ما يحبش يعني يحقق ولا يمشي للميدان. الميدان حاجه مره. انا اليوم شفت تجار الجمله يعني من تاع البطاطا من العين دفله، انا بكيت معاهم، انا رقدت معاهم، انا كليت معاهم اللوبيا اليوم في الفطور، يعني يعني عذاب. يعني علاش ما نظلمهمش السوق وندير لهم سوق محترم؟ يعني وين تنجم نراقب، ندير لهم كاميرات، نشوف هذا يعني السلاح هذه، المواد الغذائيه، المواد الخضر والفواكه كاع، يعني كي نقولوا البطاطا نقولوا الطوماطيش، نقولوا هاو جاي الدلاح، هاو جاي العنب، هاو جاي البطيخ، السلع الفاسده، يعني اللي يبيعها الفلاح مثلا يجيب لنا بطيخ يعني غير صالح للاستهلاك، يجيب لنا الدلاح غير صالح للاستهلاك، وتصير تسممات. علاه ما نديرولوش رقابه يعني قبل ما يدخل السوق؟
ونعرفوا الداء والدواء، نكونوا مثلا نترافعوا، خاطرش رانا في 2017 العالم قاع راه يخزر فينا، وحنا انا هدرت على البطاطا في البلاطوهات واقل واحد 20 حصه. انا اليوم قلت كيف نزيد نهضر على البطاطا؟ البطاطا راهي كاين البطاطا، نهضروا على امور واحده اخرى، امور اخرى. نعم. سعود لك سيدي علي بوكروش. مصطفى زبدي، انت تدافع عن وزاره الفلاحه من خلال بعد, بعد 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 قال على قضية فتح نقاط البيع للمواطنين، قلت هذا إجراء جيد من أجل يعني وضع حد للمضاربين، لكن ألا ترى في ظرف 24 ساعة أصبحت للوزارة حلول؟ لماذا لم تتدخل في الوقت قبل المناسب؟ قبل ما كان بعض المفاهيم مصطلحات لازم نصححها. أولا لما تحث عن تجار لم أقول التجار فجار، قلت بعض تجار فجار، ولا يعني أعتقد أنك تخالفني في الرأي. حاجة واحدة أخرى، أنت تحدثت عن أنه الأثمان بقيت مرتفعة لأنه هنالك تأخر في المحاصيل. ماهوش تأخر في المحاصيل، باينة من بكري من اللي خلقت يعني خلقت الأرض، كاين هذا لا بيريود وبعد بيريود كروز، فترة فارغة نخزنوا من خلالها، يتم يعني ترويج ما هو مخزن ومن بعد ندخلوا في فترة في أخرى. إذا يعني ما كانش تأخر، ماشي قال بار إكزومبل باش تجي في أفريل راح تجينا في جوان، ولا لا لا، ولكن الإشكال في سوء التنظيم، هذه واحدة. حاجة واحدة أخرى، أنت قلت فجأة الأسعار نزلت، لا في طريقها إلى في طريقها كاين مادتين اللي راهي في طريقها، كاين نذكرها حتى ولينا نحشمه، كاين البطاطا والبنان هما اللي راح رايحين يهبطوا، علاه؟ لأنه كاين بداية الأسبوع كاين واحد بدأ يبيع في البنان، وكاين البطاطا اللي الدولة راح تخرجها باش تبيعها للمواطن إجراء عدلو يومين. إذا باش تقول لي نزلت فجأة، مازال ما شفنا هذا النزول، رانا نسمعوا فيه، اسمع في الطريق إن شاء الله برك ما تطولش برك الطريق، هذا ما كان. أما إذا نرجعوا لنقاط البيع، نحن نثمن هذا الإجراء، ولكن لابد أن يكون إجراء استثنائي. كيف إجراء استثنائي؟ هذا الإجراء صحيح أنه تدخلت الدولة لأجل بيع مادة مباشرة إلى المستهلك بعد ما بعد يعني بعد ما كما يقول لك القضينا على اليابسي والأخضر. الآن يعني كما يقول لك ولو قرار شجاع متأخر خير من اللي نبقى نكمله نطوله طريق. الآن مع هذه الإجراءات نتمنى أن تكون هنالك وفرة، أن تنزل هذه الأسعار، لأنه هذه المادة التي نتحدث عليها هي بارومتر للمواد الأخرى الغذائية، يعني خاصة في مجال الخضر، يعني إذا نزلت تهبط معها، إذا طلعت تطلع معها. لما تحدث لك أيضا عن الإجراءات التي تخص الإطار التنظيمي، لما نشوفه يا أخي الكريم ترك تهضر لي تقول لي المادة واحدة أخرى نزلت فجأة، أنا ما نهضر لكش على البنان كبنان، حتى الناس كان حتى في الفيسبوك نساو اللي كيف يأكلوا البنان ولو يعضوا فيه بالقجرة إذا شفت السويرة ربما. لازم نهضروا أنه الحمد لله الدولة دارت حصص، هذه الحصص وفق دفتر شروط، هذا دفتر الشروط من المفروض أنه يباع الموز بسعر معين، وهذا ما لم يحدث يا أخي الكريم. كان من المفروض، وصحح لي إن كنت مخطئا، أن الموز يباع ب 18 ألف من عند الامبورتاتور، تباع البنان من عند الامبورتاتور بلا تاكس لحقت 29 ألف. إذن أين هي الإجراءات الاستثنائية؟ نحن نقوم بإجراءات، ولكن لما نشوف في أرض الواقع لا يتم تطبيقها. صحيح أنه الخلل في التاجر، أنه الخلل في بعض الهيئات التي لا تتعامل بالإيجاب مع تخزين المنتوج ومع يعني وضعه في السوق، وأيضا مع الإطار التنظيمي. إذا أنا ندير قوانين وهذه القوانين لا يتم يعني احترامها، إذا أنا مثلا ندير رزنامة تاع محصول ويعني يكون هنالك اختلال في السنة القادمة في التوزيع وفي السنة الماضية، السنة الماضية الناس ولات يعني ما تجنيش يعني المنتوج تاعها لأنه هنالك وفرة. الآن بعد التخوف اللي صار رانا شفنا ارتفاع العام الجاي، ولينا شغل عام بعام، عام يكون منتوج وناس تشبع، وعام يكون ما يكون يعني ينقص المنتوج، وهذا كله يعني بالنسبة لنا يدخل في إطار سياسة الترشيد والإنتاج الفلاحي. لا بد لنا من سياسة في الإنتاج الفلاحي، وهذا لا يتم يعني إلا من طريق غرف الفلاحة والتواصل، وأيضا مع ما يسموها بالكوبيراتيف تاع الفلاحين هذو إلى غير ذلك من الأمور.
شكرا سي مصطفى زبدي. ربما هي سلسلة من هي مسؤولية متسلسلة بين الوزارة، الإطار التنظيمي والإطار التجاري. هل هناك وفرة أم هناك قلة لهذه الخضر والفواكه سببت ارتفاع الأسعار؟ يعني أعطيني منطقيا كيفاش طلعت الأسعار. يعني في بعض الأحيان يعني ربما المواطن ما يقدرش يفهم سبب ارتفاع وسبب الانخفاض، لأنه الارتفاع نعود نبقاو في الجزائر، الارتفاع يطلع وانخفاض حتى 160 دينار و 130 دينار و 40 دينار. شوف اليوم تكلمت مع تجار الجملة تاع البطاطا، هما من الولايات عند دفلة، قال لك احنا اللي رانا نمولوا في الأسواق، يعني سواء السوق الوسط لهنا ولا السوق الغرب ولا الشرق. قال لك احنا عندنا مشكل في التموين. قلت لهم واش بالمشكل؟ قال لك احنا يعني السوناكوم، يعني الكابيون السوناكوم يعني يرفد 35 طن. قال لك يعني حاطين لهم في لاكارت غريس 35 طن، ودرك يعني في لي باراج الدرك يعني دار لهم الميزان اللي فوت 35 طن يعاقبوا. قال لي انا قانون نعم، هما يعني والفوا الكاميون قادر يرفد حتى 60 طن. تاجر البطاطا يعني الفايده نتاعو في لا كونتيتي، يعني في لا كونتيتي خاطرش يدير الهامش تاعو صغير ومن بعد يكبر في لا كونتيتي. نزيد نعطيك معلومه، كاع الناس تجار وكاع يقول لك ماشي ملاح، هما المسؤولين والمواطنين كاع اصحابهم التجار. هذه باش نعطيها لك سياسه، يقول لك التاجر والتاجر هما كاع اصحابهم واولادهم تجار، وهذه بالتحقيق نتاعنا. القيل التجار تاع عين دفله والله العظيم غير صدقوني غير الفقراء، يعني الناس يشكنوا في بنا هش، يقوتوا في اولادهم، يقوتوا في عائلتهم، يعني تجار ام فلاحين؟ التجار، نتكلم لك على التجار، نتكلم لك على التجار الجمله، يعني اللي يروح يعني عند الفلاح يقتني من عنده البطاطا ويجيب والهامش الربح تاعو. يعني نكون نديروا الحساب للتاجر الجمله، يعني في الكاميون تاعو تطرق له رودا ولا يروح له لبركام ولا يخلى اللي خلى اولادهم، كاين اللي مات وكاين الاخر، هذو الناس نرحموهم، يعني نفتحوا لهم الطريق. قال مولو السوق رفدت 50 قنطار، خليه يعني كي تنحي له مثلا لو بيرمي تاعو ولا تعاقبوا على جال الخبزه ثان. الان نتكلموا على حوادث الخبزه، نتكلموا على امورات احنا نطلبوا من الدوله، يعني هذا طالب، يعني امانه قلت لهم خاطرش ناس كبار، قلت لهم انا اليوم هذا الطالب تاعكم راح نقولوا ما تاني يسمعوا رئيس الحكومه. سيد علي، هل اثر على الاسعار؟ لكن التمويل اثرت على حوادث المرور، حوادث الطرقات يعني في السوق، يكون العرض والطالب، يكون مثلا منافسة، يعني هذا موش مبرر. انت مبرر. لا لا الله الله الله، لا ناكلوا بطاطا اذا راح نديروا حوادث مرور. يعني لا ما نديروش بحوادث. لا لا لا، انت مين تاكل بطاطا من زمان؟ انا نشفى في 77 يعني تكلمنا مع طلبه ناضوا يشتكم البطاطا وكانت تدير 30 يعني دينار و50. لا لا خويا سيدي، العوام كلها نتكلموا على البطاطا. خويا سيدي، لا 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 سيدي، لا لا قصدي لا، شوف سيد، هل هو مبرر؟ امن عام، كاين امن عام، لابد ان نحترمه. درك صح خوتنا نحسوا بهم، اذا كان الحافله تاعو لازم تلفت 30 طن، تلفت 30 طن. سيد مصطفى كان ممثل لحمايه المستهلك، يا سيد علي، يا سيد علي هو يعني الطوناج يعني لاباس به، يعني انا هذه شكرا سيد علي سعود اليك. ويعني لا يبرر ارتفاع الفاحش للاسعار، لانه الاسعار قلت لك ارتفعت اكثر من 300% 300%، لما سعر الثوم يرتفع من 160 دينار الى 2000 دينار، يعني أكثر من 300%. سي مصطفى الزبدي، التاجر يشكي والمواطن يشكي وحتى الحكومة تشكي، أين الخلل؟ شوف احنا نقولوا بأنه الخلل تنظيمي تأطير، ما عندناش التنظيم والتأطير. طالما أنه ما كانش نظام التتبع بالنسبة لهذه الخضار والفواكه، نظام تتبع صارم من عند الفلاح إلى المستهلك، سوف نبقى في هذه الدوامة ونكمل نهضروا على البطاطا ونلحقوا لابيوري ونحن مازالنا في هذا الإشكال. كاين حاجة واحدة أخرى،
كاين العمل بصرامة فيما يخص الإجراءات القانونية. الإجراءات القانونية يا أخي الكريم، أنت راك تاجر، راك معتمد، عندك سجل، تخدم وفق قوانين الجمهورية. الآن لما نشوفوا أنه في بعض المواد المقننة ما كانش احترام قوانين الجمهورية، فما بالك نتحدث عن الموز ولا نتحدث عن مواد أخرى. الآن لما أوقفنا الحملة تاعنا الحمد لله التي نجحت ومشوا فيها التجار ومشت فيها أعوان الرقابة، وقفناها منذ أسبوع، الآن سعر السميد عاود ارتفع ب 30%. إذن لا يمكن أن نبقي أجهزة الدولة الرقابية غائبة عن الأسواق وغائبة عن الميدان. هذا غير معقول، هذا غير معقول. هنا هل ترى هي ثقافة للموطنين. هل ترى هي ثقافة تجارية لابد أن نغيرها؟ هل ترى كل واحد يعز في واحد كي تكون الرقابة نسق مروحتينا كي تروح الرقابة قولي نطاق على منطاق من غير معقول؟ تساؤلات سيد مصطفى زبدي على قرابة شهر وعشرون يوما أو أقل من شهر وعشرون يوم من شهر رمضان، ماذا تعيدون المواطن؟ احنا اتحاد تجار، لأنه الآن أصبح المواطن متخوف، لأنه نتكلم منسق ولاية العاصمة، درت برنامج وإن شاء الله البرنامج هذا يكون مع سيد ولي ولاية العاصمة، نخدمه بالتنسيق، راح نخلقه أسواق. أنا سميتها أسواق رحمة. كيف سميتها أسواق رحمة؟ لأن المستوردين مع بعض التجار الجملة المواد الغذائية عامة، يعني التجار المصلحين، يعني التجار الملاح تقريبا، يعني كان تعرفوا التجار المضالبين. نعرفهم. أنا نتعاون كثير. أنا الحركة الجمعوية أو المجتمع المدني هو تكميل العمل تاع الدولة. أنا نتعاون مع الدولة. يعني تقرون بوجود مضاربين هم الذين يرتفعوا الأسعار والمشكل ماهوش في وزارة الفلاحة سي سيد علي؟ لا 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 لا, لا, لا بالك، أنا مانيش نتهم في وزارة الفلاحة، راني نحرك فيها باش تتحقق، يعني باش توقف، يعني باش تحوس الخلل وراه. نكمل لك في البرنامج. أسواق رحمة في شهر رمضان في ولاية العاصمة. نعم، هذه الأسواق شكون اللي يشارك فيها؟ مام الفلاحين، مام يشارك فيها لي مارشي دو غرو تاع الفروي ليغوم. سأدعوك المشاركة في برنامج النقاش الاقتصادي في شهر رمضان لكي نتحدث عن أسعار ومدى التزام التجار ب خفض الأسعار ورحمة المواطنين مثل ما سميتوها. سيد علي بوكروش القيادي بالاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، شكرا جزيلا لك. الشكر كذلك لسيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك. شكرا لكم أنتم على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء. جيزي معها تقدر.